هذا وتحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني 90 لهذا العام تحت شعار همة حتى القمة، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود رحمه الله توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية. الثالث والعشرون من سبتمبر يوم تاريخي شاهد على أحداث ما زال التاريخ يقف بصدد ذكراها إلى عصرنا هذا، لا سيما وأنه يحوي بين جنباته ذكرى عظيمة لأبناء الشقيقة الكبرى، حيث يوثق هذا التاريخ حكاية توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. ومنذ 90 عاما حينما أمر الملك عبد العزيز بتحويل اسم المملكة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة تحتفي بيومها الوطني لاستحضار تلك الذكرى الخالدة. لدينا جبل دائما نضرب فيه مثل اسمه جبل طويق، لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا انحدت هذا الجبل وتساوى بالأرض. جسد شعار همة حتى القمة التي تم استلهامها من مقولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فتانة العلاقة بين القيادة والشعب للنهوض بالوطن وتحقيق تطلعاته المستقبلية. شعار يثبت أن السعودية شهدت وما تزال سلسلة تطورات على الأصعدة كافة، كما أنها خلال السنوات الأخيرة خطت أولى خطوات النجاح في تحقيق رؤية 2030. وتأتي الاحتفالات باليوم الوطني هذا العام والمملكة تعيش واقعا جديدا حافلا بالمشروعات التنموية الضخمة في مختلف المجالات التي تقف شاهدة على مسيرتها الحافلة.